للمطالبة بتحسين المعيشة وزيادة الرواتب، يواصل قضاة لبنان إضرابهم عن الدوام منذ قرابة شهرين وسط اكتظاظ السجون نتيجة عدم حسم قضايا الموقوفين. منذ حوالي شهرين والجسم القضائي اللبناني بمعظمه لا زال معتكفا، والسبب في ذلك مطالب معيشية وزيادة الرواتب بما يتماشى مع الضغوطات الاقتصادية. هذا التحرك ليس بالسهل، فسلطة قضائية متوقفة عن العمل يعني عدم البت بالمحاكمات، ما ينذر بفوضى داخل السجون. واليوم شهدنا فرار 9 موقوفين من إحدى النظارات، وهذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. الموقوفين اللي لازم يتركوا يعني يخلى سبيلهم بيتوقف، الأعمال الملحة بتتوقف. عندنا أماكن توقيف قليلة وعدد الموقوفين كتير، لأن الجريمة عم تتصاعد بلبنان. اللي عمل جريمة مثلا ويجب أو يقتضي بحسب القانون توقيفه واحتجازه، أو شخص عمل جريمة وتوقف وصار لازم يترك، صار لازم يخلى سبيله، بالحالتين هودي مرتبطين بالقاضي. الحالات المستعجلة مثلا إذا أنت عندك دين على باخرة والباخرة بقى تمشي بالليل، إذا ما عندك قاضي أمور مستعجلة عم يشتغل ويعطي أمر بمنع من السفر، يعني بتسافر بروح حقك. أصول العدل منا جاهزة للمحاكمات، إذا بتشوف أصول العدل بتبكي، ما في غرف للقضاة، لا في كهرباء، لا في أسانسيرات، ولا في شيء، ما في أدوات. عم يتخبط القضاء حاليا لأنه إمكانياته مش بس ضعيفة، تقريبا معدومة بسبب الضغط السياسي الرهيب اللي عم يتمارس على القضاء حاليا. فعلا القضاء منه بخير أبدا. نقابة المحامين لها موقف أيضا بهذا الشأن، وهي تضغط وتناشد بإنهاء الاعتكاف رأفة بتسيير أمور الناس وإحقاق الحق والعدالة. كان وجدانيا وقانونيا مش مفروض القاضي يعتكف، كون القضاء هو سلطة. فنتأمل نحن والنائب المحامين ومجلس النقابة ومحامين نقابة طرابلس ضغطوا كتير بالاتجاه وراجعوا المعنيين بتسوية أوضاع القضاة، ولكن يبدو أنه الظروف أصعب. المحامين مرتبطين بالمواطنين، والمواطن عم يقدم شكاوي وعم يروح على غرفة الشكاوي، عم يتعذب كتير ما عم يقدر، وفي دعاوى مرتبطة بمهل والقضاة معتكفين، وبالتالي كل مصالح الناس تعطلت. فإذا عجلة القضاء في حال استمرت هيك معناته نحن رايحين على انهيار شامل قانوني وقضائي. يعني المستثمر اللي بده يجي يفتح شغل ببيروت اذا بده ياسس شركه ما بيقدر ياسس شركه لعاملين، اول شيء الوضع المصرفي ما بيقدر يستحصل على افاده من المصرف انه عنده حساب مصرفي، وبالاضافه انه المحاكم كلها واقفه. الى قنبله موقوته تحولت مساله السجون التي تشهد اكتظاظا بفعل عوامل عده ابرزها عدم البت بالمحاكمات واخلاءات السبيل، ناهيك عن عرقلة أمور الناس، الأمر الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي على قاعدة كل من إيده إله. قول مأثور للرئيس الفرنسي شارل ديغول حين قال ذات مرة أنه إذا كان القضاء بخير فالبلد بخير، وعليه أمام تخبط الجسم القضائي اللبناني بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيبدو أن لبنان ليس بخير. من بيروت هبة عياد، قناة الرابعة.